يقول حفظكم الله: إذا دخل الشخص في عبادة وهو مخلص لله عز وجل، ثم أثناء العبادة أصابه رياء ثم طرد ذلك الرياء، فما حكم ذلك العمل؟ وهل يبطل ذلك العمل كله؟ لا، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين تفصيل في هذا. إن كان الرياء مصاحبا للعمل من أصله واستمر معه إلى أن انتهى فهو باطل. إن كان العمل في أصله خالصا ثم طرا عليه الرياء، فإن طرده الحال لم يضره، وإن استمر معه حتى خلص فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول يثاب على أول العمل، ومنهم من يقول لا يثاب عليه، لا على أوله ولا على آخره. ذكر الخلاف في هذا في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم. نعم.